الإشارة الثانية اللي تعي قوية في هذا سميته هو اختيار مدينة أزمور ضمن ثلاث لقاءات جهوية وطنية، كانت الأولى في أرفوت، الثانية في تارودانت، والثالثة في مدينة أزمور. هذا كان دليل وإشارة قوية على أن الحمد لله من خلال هذا المهرجان ومن خلال المجهودات الأخرى اللي كانت دار جانبية واللي غادي يأتي الذكر ديالها فيما بعد، استطعنا أن على المستوى الوطني لفتوا الانتباه بأنه راه مدينة أزمور والإقليم فضل هاد الشركاء راه منخار في هاد، لأن احنا في 2011 نهار حطينا أول برنامج كان 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 التصور ديالنا مبني على هاد الأساس، هو الانفتاح. خرجنا على الطابع التقليدي اللي كانوا كيتنظموا به الملتقيات والمهرجانات في المغرب كاملين، راهنا على أن هذا راه مشترك ثقافي تراثي بين بين مجموعة من الشعوب ومجموعة من المناطق في المغرب، راهنا على أنه جزء قوي من الهوية المغربية، واللي الحمد لله كنشوفوا بأنه مؤسسات قوية ديال الدولة منخارة فيه. إذا هاد 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 الإشارة المحاولة أو المحاولة الحديثة ديال وزارة الثقافة وأكاديمية الملكة لتسجيل في الملحون ديال التراث الإنساني هي مسألة أساسية وخصنا نخرطوا فيها وخصنا نساهموا فيها، لأنه هذا التزام ديال الدولة مع اليونيسكو بأنه غتحافظ على هذا الفن هذا وغادي تصونه، ولهذا الحفاظ ديالو الصون ديالو كيجي من مجموعة من المشاريع اللي من بينها الملحونيات كتعطي اليوم نموذج في المغرب على كيف يكونوا المهرجانات ويكونوا المشاريع الخاصة بحماية التراث والصون ديالو. سبق ذكرت هذه الدورة أولا كتميز أولا الظرف اللي جات فيه، احنا في سنة 2018 كانت سنة قوية، خاصة أن المغرب قدم الترشيح ديالو الرسمي اللي في الملحون لدى اليونسكو في الملحون باش اللي تسجيله كتراث لا مادي إنساني لا مادي، وهاد هاد 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 العملية هادي كانت قامت بها أكاديمية الملكة المغربية مع وزارة الثقافة رسميا في 9 يناير 2018. وكانت الإشارة الثانية هو أنه اختيار مدينة أزمور لاحتضان الورشة الثالثة اللي دارتها أكاديمية الملكة وزارة الثقافة لتوسع النقاش مع الفاعلين، دارتها في مدينة أزمور في 25 أكتوبر ضمن ثلاث المدن اللي قلت أرفود وتارودانت ومدينة أزمور. كانت إشارة قوية باش تخلينا حنا نخرطوا أولا في هذه الدينامية هذه، لأنه المفروض هو أنه من كان بغيو نسجلوا واحد التراث ضمن التراث الإنساني المادي كيخص على الأقل يكون واحد تجمع على مستوى الفاعلين في المغرب كاملين باش يقولوا بأنه هذا راه فن فعلا حضاري وديالنا حنا كجزء من الهوية ديالنا. إذا حنا كنساندوا هذا وكنخرطوا فيه بقوة من خلال هذه الدورة هذه. المساله الثانيه كتعلق بمبدا العرفان او التيمه ديال العرفان اللي سيطرات على هذه الدوره، سواء من الاعتراف بواحد من ابناء المدينه اللي هو سي محمد بن المهدي فرحات الزموري اللي هو من بين اكبر الحفاظه في المغرب، وكذلك الخزانه ديال قصائد الملحون والمنشدين والشعراء كيتم الاعتراف به خلال هذه الدوره هذه، سواء من خلال تكريمه كشخص او من خلال التمرير كالقصائد اللي نشدها هوايا والقصص ديالو خلال السهرات. وكان الاختيار هذه السنه هذا هو انه تكون كذلك مدينه الحاضره ضمن هذا الاعتراف هذا، لانه مدينه اللي قدمت الكثير، مدينه ازمور في بداياته الاولى في الملحون. احنا الوضع اللي كاين دابا في مجموعه من المراكز ربما وضع غير مريح، ولكن اليوم احنا اعترافا بهذا الدعم اللي قدمته لمدينه ازمور في بدايه ديالها قررنا ان نعترفوا بها اولا من خلال تخصيص يوم خاص ليه، ليله خاصه اللي هي ليله اليوم اللي غادي تحضروا لها الافتتاح، اللي غادي يكونوا فيها منشدين من ازمور، منشدين الاوائل اللي كانوا تكونوا تما وكذلك منشدين من مدينه سلا. والليله الثانيه كذلك غادي تكون اعتراف بسي محمد بن المهدي فرحات من خلال غادي يكونوا سميناها ليله طاب المقام في مدينه سلا، لان سي محمد بن المهدي فرحات بقى في دار السي بن غالم في سلات قريب ما يزيد على 16 سنه، ولهذا اليوم غادي نهار اليوم الثاني اللي هو يوم السبت 15 يونيو غادي يكون حاضر معنا الطائفه العيساويه برئاسه عبد الهادي بن غالم اللي هو ولد السي بن غالم، وكذلك جوق الملحون من خلال مجموعه من المنشدين اللي غينشدوا غير القصائد ديال الذكر العيساوي ولا قصائد شعر منه، غتكون خاصه من قصائد سي محمد بن المهدي فرحات. اليوم الثالث اللي هو ليله فراجة الملحون، والفرجة اللي كنقدموا حنا هو ابداع خاص ديال الملحونيات هذه السنه هو ابداع على المستوى الموسيقي. الفرجة غتكون على المستوى الموسيقي لانه ما اكتفيناش غير باداء القصائد اللي غادي يكون حاضر هذه الليله، غتكون قويه من خلال المنشدين، لانه غتكون فيها سناء مراحاتي، غادي يكون فيها سي محمد السوسي من فاس، غادي يكون فيها دريس الزعروري من مكناس، وهذه الاصوات كلها قويه وجميله، واللي غادي توزيع الموسيقي اللي غادي يرافق هاد الحفله هذه هو توزيع اول مره كيشتغل عليه السي بالحوات
مدينه سلا هو مايسترو معروف والجوق ديالو غيكون كله اغلبته من الاساتذه الموسيقيين. غادي نسمعوا واحد وصله متجدده للملحون وكنظن غتزيد اضافات. ضيوف الدوره هذه السنه كاين جدول، هي اولا شقيقه الجزائر اللي كتحضر معنا من 2011 لدابا، نظرا لانها كتشارك معنا على الاقل هذا الفن هذا لانه قصائد الملحون كلها المغربيه تؤدى في الجزائر، وحضر معنا فرقه الفردوس من غرناطه اللي غادي تحفنا بمجموعه من الوصلات موريسكيه نظرا للتاريخ المشترك كذلك تاريخيا بينه وبين الاندلس. وشكرا.